موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الطائفة المسيحية في الأردن والعالم بعيد الميلاد المجيد. رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين حفل توزيع جائزة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للإبداع في دورتها التاسعة. أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمان غنيمات أن الحكومة قامت بإحالة تقريري اللجنتين الملكية والحكومية حول فاجعة البحر الميت إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهما. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018. بحثت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم البدور عدداً من القضايا التي تهم مسيرة التعليم العالي في الأردن والتطلعات للمرحلة المقبلة لتجويد وتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص. تابعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 وقانون الوحدات الحكومية. باشرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العويدات اليوم الاثنين مناقشة مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017. استنكرت نقابة الصحفيين زيارة مجموعة من الصحفيين العرب إلى إسرائيل والاجتماع بمسؤولين بينهم رئيس كنيسة دولة الاحتلال. استقبل رئيس الوزراء في الجمهورية الجزائرية الشعبية الشقيقة أمس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع تم خلاله تأكيد اهتمام البلدين الشقيقين باتخاذ خطوات سريعة وفاعلة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية. كرر المهندسون والمهندسون الزراعيين العاملون في وزارة التربية والتعليم اعتصامهم أمام مقر الوزارة في عمان ظهر الاثنين، ويأتي الاعتصام للمطالبة بحقوق المهندسين والمهندسين الزراعيين ومساواتهم بنظرائهم من المهندسين العاملين في وزارات الدولة المختلفة. نفذت إدارة مكافحة المخدرات حملة أمنية على عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا مخدرات في منطقة سحاب، تمكنت خلالها من القبض على 5 منهم وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. تستمر أسعار المشتقات النفطية بالانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التغول الإسرائيلي الحاصل في تهويد القدس الشرقية، وحذرت الوزارة من خطورة استكمال هذا المخطط الذي يهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس. يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم نظيره الإيراني ودياً عند الساعة 5:30 من مساء يوم غد الثلاثاء على استاد الحسن بإربد. وصولاً إلى الحالة الجوية المتوقعة وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غداً لتصبح أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز، في أمان الله.